الفقرة الأولى قال إنه انتظام المسابقة ده أكبر بالضبط. احتكاك وأكبر هدف ليك عشان تقدر تطلع منه للعالمية، هو انتظام المسابقة، وده اللي أنتوا عملتوه بالظبط. ووصلنا دلوقتي إن عندنا طيب اللعيبة الشباب دول أكيد هنحتاجهم يلعبوا مع الكبار، هم اوريدي جابوا اول افريقيا كبار، ممتاز جدا. يعني هل هنختبرهم، انا بتكلم فنيا بقى هنا، هل هنختبرهم بطولات عالم كبار ولا لسه شويه ما استووا؟ يعني هو وجهه نظرك الفنيه يعني، ولا محتاجين شويه وقت؟ هم محتاجين بس في مرحلتهم، هو طبعا هيشارك لو اوريدي شاركوا في افريقيا كبار بالظبط، فطبعا على المرحله الجايه او على بطوله العالم الجايه الكبار هيكون الفريق الولاد دول شكلهم اتغير تماما. بس هو ده اللي عايز اسمعه، ان احنا عايزين، ان احنا رايحين بيهم على بالضبط. يعني هم لازم يتالق في سنه عشان بعد 3 سنين هيركب. انا عايز اقول حاجه، احنا عندنا يسري سامي من السنه اللي فاتت وهو بيلعب افريقيا شباب، والسنه دي لعب افريقيا شباب، السنه اللي فاتت الله اكبر اول افريقيا كبار، والسنه دي اول افريقيا كبار تاني مره، ولسه 19 سنه، جايب اول في البوسنه السنه اللي فاتت، اول بوسنه يوروبيان كاب جايب اول، السنه دي في الكبار، انا بتكلم في الكبار وهو لسه شباب، السنه دي في الكبار، والسنه اللي فاتت جايب ثالث بحر ابيض متوسط، والسنه دي جايب في بلغاريا في اليوروبيان اوبن بطوله اوروبا المفتوحه جايب تاني، فهو اوريدي ابتدى حط رجله خلاص على يعني المرحله الكبار. ده الكلام اللي انا بقوله بيلعب كبار وناشئين، هو هيبدا انت بتاخده من الناشئين بالظبط، بتبتدي تطعمه في الكبار بالزبط. عشان بالزبط. بعد بالزبط. سنه ولا اتنين هتقول له يا باشا بالزبط. ده انت بتقول بقى سبحان الله ما شاء ربنا توفيق ربنا طبعا. ده النهارده مع اول تجربه ليه في الكبير بالزبط. يجيب ميداليات بالظبط، فهو ده توفيق ربنا لما النوايا تبقى سالكه وربنا بيبقى الناس شغاله للمصلحه وما عندهاش هدف ولا انتخابات ولا بتاع، تبقى الدنيا شغاله دي للمصلحه. انا اسعد الناس بالكلام ده على فكره، وانا اكتر واحد يعني ببقى سعيد لما بلاقي لعيبه وناس شغاله وعايزه توصل. عارف مين الاتحاد اللي عامل زيكم كده؟ اتحاد السلاح. استاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد عمل نفس القصه، اول ما تولى المسؤوليه جاب مجموعه من اللعيبه الشباب، يعني احنا بنتصدر تصنيف العالمي في الناشئين في الشباب في السلاح، وخدنا في الاولمبيات اللي فاتت تقريبا لو انا بتكلم غلط سابع في السلاح او ثامن، وده بقى اول مشاركه لينا كان في باريس، فكان طوكيو ورحنا خدنا، واشتغل زي ما انتم بتعملوا كده نفس يعني كان ضيفي في حلقه من الحلقات، ونفس التون اللي بيتكلم بيها نفس التون اللي حضراتكم بتتكلموا بيه، رايحين عايزين نوصل، عايزين عمالين، عارف اللي بيتسحب بالزبط. اللي بيتسحب بالزبط. عشان يركب الميزان نروح ناخد ميداليه بالظبط. طيب ان شاء الله. انت على مستوى التدريب، انت خلاص بقى وانت لعيب كان حلمك تشيل ميداليه طبعا، النهارده وانت مدرب حلمك ايه؟ انا حلمي طبعا ان احنا كذا حاجه، اول حاجه ان احنا يبقى مصر تاخد، يبقى عندها قاعده كبيره قوي من الجودو، قاعده كبيره، قاعده 17، قاعده 20، قاعده رجال، القاعده تكبر، يبقى نسيب اثر للمنتخبات بعد كده، احنا ان الجودو تبقى ده من مصر دوله من الدول العظمى في اللعبه، زي الكاراتيه كده مثلا، الكاراتيه عندنا اعداد رهيبه بتلعب الكاراتيه بالظبط، عايز الجودو في يوم من الايام يبقى زي الكاراتيه كده. انا نفسي يبقى عندنا بعد كده ابطال عالم زي في اليابان كده، تلاقي ابطال عالم تحت 17 وابطال عالم تحت 20، ويبقى القاعده هي خلاص تبقى ثابته ان هي قاعده بتولد نفسها، يبقى لما عايز اقول لحضرتك حاجه، لما لعيب واحد بس بيجيب ميداليه عالم في سنه، بتلاقي كل اللي جنبه خلاص بقى شافوا بطوله العالم وشافوها ان هي ممكنه وشافوا ان هي ممكنه، كسر الحاجز ده بالظبط، بيبقى رايح كلهم بفكر في البطوله، طب انا أكسب. اللي انا بلعبه في التمرين وبتعادل معاه وبنشد مع بعض اخد ميداليه، ما جيبش هاخد ميداليه انا كمان، فبيبقى شاف فلو ان شاء الله وكسرنا الحواجز دي وابتدينا خلاص الناس تبدا تتعلق في الميداليه، وده اللي احنا ماشيين عليه، وان شاء الله بمنهجين احنا ماشيين عليها ان شاء الله هنعمل القاعده دي في خلال 3 او 4 سنين من النهارده، دي اول حاجه. ثاني حاجه طبعا وحلم اي مدرب او لاعب واتحاد وكله ان هو يشوف ابطال اولمبيين في حلمنا احنا كمان. طبعا 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 يعني انا عايز اقول لك مش حلمكم انتوا بس، طبعا ده حلم مصر طبعا. احنا في الاولمبياد واقفين عند 5 ميداليات 4 ميداليات بناخدهم في كل دوره. واقول لحضرتك على حاجه، عايز اكسر انا بقى ده. مصر تقدر، بلد زي مصر بقوتها وبعظمتها تقدر تجيب اكتر من ميداليه، تقدر تجيب اكتر من 10 ميداليات، اكتر من تقدر تدخل ضمن الدول العظمى. حابب انا اللي انت بتقوله ده، لان احنا فعلا، انا مش بقول كلامه بس والله، بس انا فعلا بقول من رؤيتي، طلعت بره وشفت ان انا شفته، وان احنا دوسنا في الكلام ده، وان احنا رجلنا اتحطت في الحته دي، ولعبنا مع ابطال اولمبيين، وشفنا الولاد عندنا عاملين ازاي، وشفنا القاعده عندنا عامله ازاي. بقول لك ده هيتحقق ازاي يا كابتن؟ مش هيتحقق بكره القدم، ولا هيتحقق بكره السله، ولا هيتحقق بكره القدم، كل الفرق دي بتجيب في الاخر ميداليه، انما النهارده انا ممكن بالجوده اخش بيه
الجودو يقدر 14 ميداليه 14 ميداليه و7 بنات مديني يعني اقدر اجيب 4 ميداليه و2 3 كاراتيه الجودو المصارعه وكل ده هو ده اللي حقق لنا ميداليه رايك كده كابتن طبعا طبعا القاعده كبيره جدا نقدر نخرج منها يعني في ولاد عندنا كتير جدا بيدخلوا التمرين انا هرجع برده نقطه صغيره بس على حضرتك اتفضل من سنه ما كانش ده شكل قوام المنتخب النهارده الدنيا اختلفت تماما النهارده بقى في قدامنا نور شايفين خطوه واثنين وثلاثه الولاد شكلهم متغير بقى الواحد بقيت انا بقف في التمرين النهارده وشايف الولاد بيتمرنوا لا انا مبسوط. انا فرحان الحمد مبسوط. لله يعني خليني اقول لك ان ده النفسيه اللي انت بتتكلم بيها دي بدايه النجاح ان شاء الله يعني عارف انت لما تحس وانت حسيتها انت ما هو انت بتقول سنه اللعبه ما تلعبتش وقبلها اكيد طبعا 3 4 سنين كانت الدنيا برده مش احسن حال فانت النهارده شايف الدنيا اتغيرت فانت نفسيا خلاص عايز تدي عايز تنتهز الفرصه طيب خلينا نقول كده مثلا نذكر 7 8 لعيبه في الاعمار السنيه المختلفه يعني ولو هو ناسي حاجه يا كابتن حاتم فكر عندنا في الفريق الكبير كابتن محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو يسري سامي 60 كيلو عندنا عمار ده برده كادت وشباب وكبار 73 كيلو عندنا عبد الرحمن محمد وعندنا عبد الرحمن عبد الغني 81 كيلو عندنا عمر الرملي ده من الشباب في الكبار وعلي حازم في الكبار عندنا احمد فياض برونز برضو في الكبار عندنا أحمد علي. لا عندنا واحمد علي واحمد علي عندنا احمد علي واحمد علي 66 كيلو لا بس اخويا برضو الصغير طبعا كل مقاطعك بس طيب هل احنا على السيدات برضو ماشيين بنفس التراك برضو بنحاول نعمل برضو يعني طبعا البناء في السيدات بيكون اصعب شويه يعني بياخد وقت نتيجه عدم انتشار اللعبه بشكل لعبه عنيفه وبتبقى بالنسبه للبنات بتبقى مش محببه فالقاعده بتبقى اقل شويه بس هل احنا كمدربين واخدين خطوه في ده هل بادئين في ده ولا لسه علينا شويه لا 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 طبعا اوريدي احنا اشتغلنا في البنات حتى عندنا خامس عالم وسابع عالم في البنات في الكادت لا البنات اشتغلوا كتير واول افريقيا واخدين اول افريقيا مين مثلا من البنات عندنا مثلا عندنا سجده وعندنا صفا وعندنا ايه ايهاب وعندنا فاطمه وعندنا ندى فايز لا عندنا البنات عندنا يعني فهيده مجدي لا في عشان ناخد الترتيب العام في افريقيا بالظبط لازم يكون عندنا لاعبات كمان كويسين مش لاعبين بس بالضبط. فانا مبسوط ان انتم ماشيين في الاتجاهين يعني هقول لحضرتك على حاجه صغيره ثانيه احنا الحمد لله الموسم السنه دي عاملين 37 ميداليه متنوعه 16 ميداليه ذهب و10 فضه و11 برونز اقول لك بقى كم ميداليه قلت لي يا كابتن 36 ميداليه 37 ميداليه في افريقيا الموسم ده بس الله اكبر 16 ذهب و10 فضه و11 برونز ده من الكبار لغايه الناشئين ده بالظبط هي دي اللي كنت بقول لحضرتك عليها القاعده القاعده يعني اللي هي دي تكبر وكل ما بيبقى تكبر كل ما تكبر كل ما الهرم هيبقى بالظبط هيبقى اقوى بالظبط والناشئين ده مسيره هيبقى شباب وبعد كده هيطلع رجال فلما ياخد على المكسب من وهو صغير فهي دي الحمد لله يعني اعداد الميداليات دي هو ده يعني حاجه ده اللي من ضمن اهدافكم كان يبقى عندنا قاعده كبيره جدا بعدين الواحد اللي بيطلع بياخد معاه لسه بيقول كابتن حاتم اثنين ثلاثه تانيين مش بيطلع لوحده بياخد معاه اثنين تانيين طيب اكبر انديه بتمارس فيها الجودو مين يعني برضو ممكن يكون الساده مشاهدين بيتفرجوا علينا عايز يخلي ابنه يلعب جودو ايه اكبر الانديه في القاهره وفي اسكندريه لو قلنا في القاهره ايه بس القاهره اكبر الانديه اللي بتمارس فيها الجودو القاهره حاتم فين كل حد عندنا في وادي دجلة وفي الشمس وفي هنديد ونادي الجيش يعني كل الانديه دي بتلعب جودو وبتخش منافسات يعني اللي عايز يلعب جودو اي الانديه دي ممكن